يعني الواحد طلع العمره 5 ايام حس ان هو غاب عن المسجد شهر، بس الله يتقبل، ودعينا لاهل الحصري ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. اخوانا فات 20 يوم، فات 19 يوم ولا 18 يوم، والنهارده ليله كام؟ ليله 19. سبحان الله، ايام معدودات. امبارح كنا لسه بنقول بكره رمضان، سبحان الله سبحانه وتعالى، ايامه بتعدي وباقي اهم 10 ايام. ولذلك انا كل الكلمه النهارده، بكره تبدا العشر الاواخر. كل عام وانتم بخير، الله يتقبل يا رب. بكره بدايه العشر الاواخر، فالكلمه كلها عن بدايه العشر الاواخر وعن الاستعداد للعشر الاواخر. وعايز ابتديها بمعنى، يعني الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء، والله يفعل ما يشاء ويختار. يصطفي، اصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل. اصطفى موسى وقال له إني اصطفيتك، اخترتك. يصطفي، يختار. ده تعال أنت، ممكن اللي جنبه لا، لكن تعال أنت. اصطفى موسى وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى مريم، اخوانا ممكن تعليل بس ماشي، اشكرك. فاصطفى موسى وقال له اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى مريم وقال لها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى النبي وسماه المصطفى، واصطفى له من يكون معه من أصحابه، واصطفى أمته على باقي الأمم، وقال لهم، قال لنا هو اجتباكم اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يصطفي من يشاء. اصطفى من أمة محمد الشهداء وقال ويتخذ منكم شهداء، مش أي حد ياخده شهيد، ويتخذ منكم شهداء. اصطفى أهل القرآن وقال أهل الله، أهل القرآن أهل الله وخصته للاصطفاء. اصطفى من الملائكة جبريل، نزل به الروح الأمين، خلاه المستأمن على الوحي. اصطفى، تواخد بالك يختار ازاي؟ اصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من البلاد مكة وسماها أم القرى، واصطفى من الجبال عرفة، واصطفى من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واصطفى من الليالي. كل ده عشان أوصل لدي العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر. واصطفى ليها من يستحق أن يحضرها من أمة محمد. يا ترى أنت مختار السنة دي تدرك ليلة القدر، ولا هتموت قبلها بيوم، ولا هتعيا يوميها ويجي لك مغص وما تشهدش ليلة القدر؟ يا ترى هيصطفيك؟ يا ترى هيختارك؟ انت مدرك احنا داخلين على ايه؟ احنا يا اخوانا هنبدا بكره اغلى 10 ايام في عمرنا، لان احنا مش عارفين هنعيش السنه الجايه ولا لا، وما نعرفش رمضان القادم قبل ولا لا، وبالتالي العشر ايام اللي جايه بالنسبه لنا حياه وموت. انا همسك العشر ايام اللي جايه دول، انا
انت مدرك يعني ايه ليلة القدر؟ تيجي نعيش مع سورة القدر بس نتأملها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ايه هو القدر؟ يعني ايه القدر؟ هي ليه تسمت بليلة القدر؟ لها معنيين، يا إما القدر من المنزلة، يقول لك فلان دون قدره عالي قوي، فلان منزلته عالي قوي، قدره مقامه، فليلة القدر ليلة المقام العالي، ليلة الشرف الكبير، ليلة المنزلة العالية، ليلة القدر من قدرها، من قيمتها عند ربنا، من قيمتها في الأرض، ليلة القدر، فسميت لهذا الاسم، ولذلك اتكررت 3 مرات. انت شايف الآية ماشية ازاي؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. تاني، وما أدراك ما ليلته؟ القدر. وبعدين ليلة القدر، هي الصورة كلها كم آية أصلاً؟ الصورة 7 آيات، 7 آيات، 3 مرات فيه وتيجي كلمة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة القدر. مدرك إحنا داخلين على إيه؟ وتسمت ليلة القدر لسبب آخر، من الأقدار، من القدر. ليلة تكتب فيها الملائكة أقدار العباد للسنة الجاية. أنت هتتجوز السنة الجاية ولا لا؟ هي هترزق بمولود ولا مش هتخلف؟ هو هيشتغل ويترقى في شركته ولا لا؟ هيبقى سعيد ولا لا؟ قدرك السنة الجاية في هذه الليلة. تحب يكتب قدرك وانت حالتك ازاي؟ تخيل لو يكتب قدرك وانت باكي بين يدي الله، خاشع مبتهل، بتدعوه انه يفتح عليك السنة الجاية ويرزقك ويغفر لك، وقدرك تكتبه الملائكة، يأمرهم الله تبارك تعالى بأن يكتب. ليلة القدر بمعنيين، من القدر ومن القدر والمنزلة. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنت لو قعدت تتخيل وتحاول تستوعب قيمة الليلة مش هتقدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في الليلة دي تساوي عند الله 1000 شهر عبادة. 1000 شهر يعني 84 سنة، يعني عمري وعمرك. يعني هذه الليلة لو جبتها بعمرك كله، الليلة دي أحلى من عمر، خير من عمرك كله. ومش أنا اللي بقول لك كده، رب العالمين بيقول لك دي أحسن من 1000 شهر في حياتك. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة عابد بين يدي الله. يعني الصدقة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتتصدق في سبيل الله. يعني بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بار بأمك. يعني دمعتين من خشية الله في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة باكي بين يدي الله. يعني كأني متخيل كفة حسناتك وسيئاتك عمالة تتأرجح، وانت كفة حسناتك وسيئاتك بشر عمالين نغلط ونحسن ونغلط ونحسن، والحسنات والسيئات بتتأرجح لغاية ما أدركت ليلة القدر، فعبدت الله في هذه الليلة، فنزلت حسنات الليلة دي في كفة حسناتك، فإذا بالكفة ترجح وترجح بقيمة عمرك كله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني هتعمل ايه بعد ما كفة الحسنات رجحت ب1000 شهر من الذنوب والمعاصي؟ هتبوظ الميزان ازاي؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. وبعدين تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو جبريل فيها. تنزل الملائكة ولا تنزل الملائكة؟ مين حافظ؟ تنزل ولا تنزل؟ تنزل. طب وهي تفرق؟ تنزل كأمطار السماء، حشود من الملائكة تنزل إلى الأرض في هذه الليلة. حشود، السماء بتمطر ملائكة، مش تنزل الملائكة، مش ملائكة بتنزل زي ما النبي في الحديث تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. لا، تنزل الملائكة. هذا المسجد في ليلة القدر أضعاف أضعاف البشر، ملائكة تحيط به. تنزل الملائكة. إيه ده؟ أنت مدرك بكرة هيحصل إيه في الأرض؟ بكرة تاريخ جديد في حياتك، بكرة فرصة عمرك للنجاة. تنزل الملائكة والروح، الروح الأمين جبريل. هو جبريل ما بينزلش الأرض؟ لا، جبريل
آخر مرة نزل الأرض يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصله هو دوره رسالة، هو شغلته الكتاب، والرسالة انتهت يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اليوم أكملت تمت الرسالة. لكنه بينزل مرة في السنة جبريل ليلة القدر، يتفقد القرآن في أمة القرآن، مش هو اللي نزل بالقرآن، وكأن الله يكافئه بالنزول في هذه الليلة. يا ترى جبريل يطوف الأرض يتفقد القرآن يفرح بأمة القرآن؟ يعني لك أن تتخيل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وبعدين الختام مريح جدا ومطمئن جدا، سلام هي، سلام، ليلة يسالم الله فيها عباده، ليلة ربنا يسلمك فيها يعطيك فيها الأمان والسلام. اوعى تروح منك ليلة يسالمك الله فيها، اوعى ما تكونش موجود، اوعى تكون نايم ولا سرحان ولا غايب. ليلة ربنا سيسالمك فيها ويعطيك الأمان والرحمة والسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. تعرفين المصريين، في مصريين طيبين يقول لك انا لحقتها يا دوب وهي معديه كده قامت عامله برق في السماء قمت داعي على طول. يا عم ما فيش كده، سلام هي حتى مطلع الفجر، من المغرب للفجر اي وقت تدعي، اي وقت تصلي، اي وقت في هذه الليله، في اي لحظه تدعو الله، مش في دقيقه معينه، هي من ثانيه، هي ممتده من مغربها الى فجرها. شفت سورة القدر 7 آيات بس، شفت المعنى؟ انت بقى مستعد من بكرة؟ طب ومراتك وولادك؟ طب والمسجد دون هتجيب كل من تعرف؟ فوقه عندنا ليلة القدر وما تنشنش. يعني ايه ما تنشنش؟ يعني هي 27، يلا يا جدع نعمل 7 أيام، هم قالوا لنا خلاص يلا 27 وتطلع هي 25، ولا تطلع 21 بعد بكرة، ولا تطلع 29 آخر ليلة وانت خلصت وروحت وفاكر نفسك خلصت. النبي قال التمسوها، دوروا عليها في الوتر من العشر الأواخر، وما تبقاش بخيل تقول أنا مركز في الليالي الوترية وكبر دماغك في الليالي الزوجية. تبص تلاقي المسجد عجيب في الليالي الوترية أضعاف مضاعفة، وفي الليالي الزوجية العدد بيقل. أنا اشتغل على 10 أيام، ابذل جهدك ال10 أيام الجايين. أنا ماليش دعوة، مش هي في العشر الأواخر. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد اعتكف العشر الأوائل. هو أصل النبي كان بيعتكف ليه؟ بيدور عليها. سر الاعتكاف إيجاد ليلة القدر، حجبها. فاعتكف العشر الأوائل، فنزل جبريل من السماء، يا محمد إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد، فاعتكف العشر الأواسط. أنت مدرك الموضوع؟ الرسول اللي غفر له ما تقدم من ذنبه بيدور على ليلة القدر، ليلة سلام من الله لك. فاعتكف العشر الأواسط، فجاءه جبريل، يا محمد إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد، فاعتكف العشر الأواخر. كل العشر الأواخر ليالي يعني فرصة نجاتي، مش هنشن ومش ومن بكرة بمنتهى الهمة. يا أخوانا أنا كان عندي أمنية إن أنا أكمل العشر الأواخر في مكة، أنا جاي لكم من مكة النهاردة، يعني أنا ماشي 10 صباحا. بس الواحد قال السنة دي بعد فتح ربنا إن احنا نلتقي مع بعض، لا نخليها هنا. بس لو بتسألوا على الأمنية، الواحد نفسه يرمي نفسه في الحرم ويجلس يصلي لغاية ما تطلع شمس العيد. لكن معلش الأرض كلها لله، وثواب الدعوة ثواب كبير، فخلونا نتعاهد هنا في هذا المسجد وإحنا بقينا مع بعض 11 يوم لغاية نهاية رمضان. أنا وقف بقى لله تعالى 11 يوم عابد لله، حجبها حجبها، يعني حجبها، مش هي أكيد في العشر الأواخر؟ طب أنا واقف العشر الأواخر،
انا حسنا لما يطلع الزوجي فردي والفردي زوجي يقول لك معلش غلطنا في الحساب وانا ضايع عمري عشان غلطنا في الحساب. انا ماليش دعوه، انا واقف العشرة، انا من بكره بمنتهى العبوديه. طب انت عمال تقول ليله القدر ليله القدر، طب هي ثوابها ايه؟ يعني اللي يدرك ليله القدر له عند الله ايه؟ له ثلاث حاجات، اربع حاجات، اربع حاجات كبيره، واحفظها واكتبها عندك ولما تروح النهاردة سجلها علشان تفضل فاكرها. الحاجة الأولانية خير من ألف شهر، كنوز من الحسنات، جبال من الحسنات توضع في يعني دمعة العين في ليلة القدر كأن بحر تحط في كفة حسناتك. تخيل بحر يعمل في كفة حسناتك قد إيه؟ بحر وضع في كفة حسناتك، ألف شهر حسنات. أدي الثواب الأول. الثواب الثاني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، حديث بيرويه البخاري، من قام ليلة القدر، وإحنا الحمد لله هنبقى قايمين العشر أيام، يا رب مد في عمرنا لآخر ليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، مش معناها طول الليل عمال بيبكي أو خاشع، بس أنا جاي لك يا رب بنية صادقة إيمانا واحتسابا، عايزك تعطيني الثواب. لو جواك النية دي جبت إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر بين قوسين إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص خلاص، إيه مبروك، كل اللي فاتت مسح. معقول؟ هو أنا اللي بقول لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك غفر له ما تقدم، يعني إيه؟ يعني خلاص هنصفر العداد، يعني صفحة بيضة، يعني يلا نبدأ من جديد، أنت ما غلطتش، يلا صفحة السيئات، السواد اللي كان موجود في صفحة السيئات أزيل، رجعت الصفحة نقية، مبروك. طب بس أنا كان عندي ذنب وحش قوي 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 السنة اللي فاتت، كان عندي ذنب وحش قوي 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 السنة اللي فاتت، غفر له ما تقدم من ذنبه، بس أنا في ذنب بقالي خمس ست سنين ما بوقفوش، غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت فاهم إحنا داخلين على إيه؟ ثواب ليلة القدر، واحد ألف شهر حسنات، 84 سنة حسنات، اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه، ثلاثة ليلة إجابة الدعاء، ليلة إجابة، جهز دعواتك. الصحابة بيقول لك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كنا نعد للعشر الأواخر من رمضان دعوات نلح عليها، فوالله ينقضي رمضان فلا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه بها. والله مجربة يا أخوانا، والله عن تجربة شخصية، واسألوا ناس كتير، دعوات العشر الأواخر دي ما بترجعش أبدا، دعوات ليلة القدر لا يمكن ترد، ليلة سلام من الله لك، وبعدين ليلة الملائكة تملأ الأرض تؤمن على دعائك، تخيل جبريل والملائكة تؤمن على دعائك، ليلة إجابة الدعاء. الحاجة الرابعة ليلة عتق من النار. أنت ممكن يغفر لك اللي فات وتتحط لك كنوز حسنات، لكن ممكن تعمل مصايب بعد كده، لسه عايز أمان أكتر. الرابعة بقى ليالي العتق دي، ليالي عتق من النار. تخيل لو انت اسم حضرتك ايه؟ احمد ايه؟ احمد السيد. تخيل يا احمد انك ادركت ليلة القدر، وان الله تبارك وتعالى يقول للملائكة يا ملائكتي احمد السيد يعتق ليلة القدر من النار. انت متخيل يا اخوانا؟ تخيل ينادى في السماء فلان الفلاني اللي جالس في الصف العاشر في مسجد الحصري قلبه تحرك بالإيمان، يا ملائكتي يعتق عبدي من النار. شعبان وهدى وإيمان، يا ملائكتي يعتق من النار لن يدخل أبدا. العربي الأصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر، ينفع يرجع في كلامه تاني؟ لو عربي وعنده عبد واعتقه ينفع يرجع في كلامه؟ فما بالكم برب العالمين.
هتقولي طب وافرض غلطت بعد رمضان او عملت ذنب بعد رمضان؟ طبعا هتغلط، هو انت معصوم؟ طبعا هتغلط. طب ما فين العتق بقى؟ ما هو من عتق ليك في ليله القدر انك تغلط بعد رمضان، لكن يفضل خيرك غالب شرك، وطاعتك غالبه معصيتك، وحسناتك غالبه سيئاتك، لانك اعتقت في ليله القدر سنه كذا كذا كذا. اربع اشياء: الف شهر حسنات يغفر له ما تقدم من ذنبه، يجاب دعائك، تعتق من النار. حد جاهز؟ حد نوى؟ حد من بكره ان شاء الله خلاص؟ طب عايزني، طب المفروض اعمل ايه؟ حط خطه لنفسك، حط جدول يا اخي. ده انت لما بتسافر سفريه بتقول طب هنظم وقتي، عايز اعمل كذا وكذا وكذا، اعمل لنفسك كده. ها، صلاة التراويح في الحصري، طب وبعدين؟ طب حصلي التهجد فين؟ طب وهختم ختمه ولا ايه؟ طب وهطلع صدقات قد ايه؟ طب وخلي بالك كان في اتنين بيتخانقوا في المسجد، فالنبي طالع يقول لهم ليله القدر يوم كذا، شافهم بيتخانقوا فقال نسيتها بسبب خلافهم. خلي بالك تتخانق مع واحد ربنا ياخدها منك، امسك نفسك العشره الاواخر. هي احنا اصلا ما عرفناش هي انهي ليله بسبب اتنين بيتخانقوا يتلاحيان في المسجد خناقه. امسك نفسك العشره الاواخر يا احسن، ربنا ياخدها منك. تيجي الليله بتاعت ليله القدر مزاجك وحش، تعبان وتنام طول الليل، تصحى كده مش قادر تدعي، وتبقى هي الليله. وبعدين خلي بالكوا احنا ماشيين بمزاجنا، يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا يدور على الليله اللي هو كان متاثر فيها قوي، ويقول لك هي الليله دي، انا متاكد هي ليله القدر دي، عشان هو كان يعني مصحصح في الليله دي. طبعا الشعور اكيد بلا شك، شعور الانسان ان انا كنت قريب جدا من الله يجعله يتمنى، اجعلها يا رب ليله القدر. لكن اشتغل على العشره. انا اي حد كل سنه يجي يقول لي هي 25، انا ماليش دعوه، انا دايما اقول له لا هي 29. عشان ايه؟ مش بدعي ان انا عارف انها 29، عشان اشتغل للاخر. ما هو لو هي 25، طب خلاص شكرا، متشكرين قوي، حضرنا ليله القدر، مالكش دعوه. 29 يا اخي اشتغل على اخر يوم. طب النبي كان بيعمل ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاوائل الاواخر احيا الليل، خلاص مفيش نوم، اغلب الليل صلاه، احيا الليل. طب هو بقيه السنه بيعمل ايه؟ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص، يعني. لكن العشر الاواخر احيا الليل. ايه خلصنا التراويح خلص كده الموضوع؟ احيا الليل، روح صلي في بيتكم، اختم ختمه مع مراتك، شوف لك مسجد بيصلي تهجد واختم فيه. احيا الليل وايقظ اهله، ما عندناش ستات بتنام في العشر الاواخر، قومي صلي. وايقظ اهله وشد المئزر، عارف لما تقوم رافع داخل في حقل وبقى هتشمر وتزرع، وتقوم رابط الجلابيه بتاعتك ورابطها على وسطك وداخل بقى عشان داخل. احيا، شد المئزر. ايه رايكم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط الليل بصلاة ونوم، فإذا جاءت العشر الأواخر أحيا الليل كله. عشرة أيام ويجاب دعائك إن شاء الله، وتعتق من النار، الرقبة دي تنجو من النار، ويغفر لك اللي فات. شد بقى. يعني أنا حبيت الحقيقة الليلة دي أذكركم بالمعنى ده، عشان من بكرة الصبح كله بقى خلاص. إذا كنت نمت وقصرت في اللي فات لسه ليك فرصة، معلش كنت وحش السنة دي في العشرين الأوائل مش مركز كويس، مفيش مشكلة، يلا قوم وركز وربنا يفتح عليك، إني داع فأمنه. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم يا رب بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر هذا العام، نقسم عليك في هذا المسجد أن تبلغنا ليلة القدر في عامنا هذا. اللهم إنا نسألك ونستجير بك لكل من في المسجد الآن ألا يتخلف واحد منا عن حضور ليلة القدر هذا العام. يا سلام يا سلام يا سلام، يا من سميت نفسك السلام، سالمنا في هذه الليلة
وارحمنا في هذه الليلة، واعف عنا في هذه الليلة، اعتقنا يا رب، اعتقنا في هذه الليالي، اعتقنا، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. نسألك أن تقول للملائكة: يا ملائكتي اكتبوا كل من صلى بمسجد الحصري من عتقاء ليلة القدر، عتق يا ذا الجلال والإكرام، لا ندخل بعده جهنم أبدا. حرم النار على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. يا رب اعتقنا، يا رب اعتقنا، يا رب اعتقنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا في هذه الليالي. اللهم إنا نقسم عليك أن تعتقنا في ليلة القدر هذا العام. اللهم إنا نقسم عليك، ما من أحد يجلس بيننا الآن إلا وله عندك طلب وأمنية، أجب دعاءنا في ليلة القدر هذا العام يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. من على كل من بهذا المسجد بعمرة وحجة قريبة، من علينا بعمرة وحجة قريبة. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا. نسألك رحمة تجمع بها شملنا، نسألك رحمة من عندك تجمع بها شملنا، وترد بها غائبنا، وترفع بها الفتن عنا. اشملنا برحمتك، اغمرنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء من هو مقبل عليك، مشمر للعبادة، يرجوك أن تعتقه وتقبله. فبلغنا ليلة القدر هذا العام يا رب، لا تحرمنا منها هذا العام. فلا ندري هل سنعيش للعام القادم أم لا، ولا ندري هل قبلت منا ليلة قدر فيما مضى من عمرنا أم لا. فلا تحرمنا هذا العام، بلغنا ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. أجب دعاءنا الليلة، واغفر لنا، وتب علينا، واسترنا، وارزقنا الإخلاص، وانصرنا، وافتح علينا، وتقبل منا.